ولمزيد من التفاصيل حول قرار الكونغرس الأمريكي حول القانون الصيني لمعاقبة، أو هذا القانون الذي يصفه الكثير بأنه ينتهك حقوق الأقليات ومنها المسلمين في تركستان الشرقية. الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المستشار في العلاقات الدولية الدكتور أحمد عامر. أهلا بكم دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا. دكتور، كيف يمكن تقييم القرار الذي خرج به الكونغرس الأمريكي حيال القانون الصيني؟ دكتور؟ أيوة، هل سأل مرة ثانية، الصوت كان مضاحك بين. نعم، سألتك عن القرار في الكونغرس الأمريكي حول قانون الأقليات في الصين. طبعا أمريكا كان بدأت في الضغط على الصين من أجل قضية الإيغور منذ فترة طويلة، مما لا شك أن قضية الإيغور قضية مشروعة للشعب تركستان الشرقية المسلم، ولكن استغلال أمريكا والضغط على ورقة الإيغور بسبب الخلافات الصينية الأمريكية التجارية الضخمة جدا، هذا الذي أشعل الأمر. أمريكا أيضا حاولت أن تضغط أو تحاول أن تمارس بعض الضغوط على بعض الدول العربية والإسلامية، نعم، بمحاولة إيجاد نفس التحالف الذي شكلته أمريكا مع الدول العربية والإسلامية ضد الاتحاد السوفيتي في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. ولكن مما لا شك أن جميع الدول العربية والإسلامية لهم علاقات قوية جدا تجارية وسياسية مع دولة الصين في هذه المرحلة، لذلك لا يوجد أي تجاوب من أي دولة عربية أو دولة إسلامية مع أمريكا. أمريكا تحاول أن تضغط بقوة في ملف الإيغور، تحاول تضغط بقوة في ملف هونغ كونغ، صعدت جدا بسبب ملف كورونا، ولكن إلى أين ستجهى الأمور؟ لا أتوقع أن أمريكا ستستطيع أن تحقق كل ما تريده من ضغوط على الصين برغم كل هذه المواقف. نعم، لكن الحديث عن هذه النقاط المتعلقة بالضغوطات الأمريكية سواء في مجلس الأمن أو بين الحكومتين الأمريكية والصينية، ألا يعد ذلك أوراق ضغط في يد الولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذ هؤلاء المسلمين المعتقلين هناك؟ تعد ورقة ضغط؟ نعم، هي تعد ورقة ضغط، ولكن هل ستنجح ورقة الضغط هذه؟ نحن نتمنى أن تنجح، لأننا مما لا شك نقف مع شعبنا المسلم في تركستان الشرقية، شعب الإيغور، ونتمنى أن تقف بعض الدول الأخرى أيضا مع أمريكا. ولكن لنتكلم بكل واقعية، لابد أن ندرك أن باقي الدول في مجلس الأمن لن تقف مع أمريكا، لأن بقية الدول في داخل مجلس الأمن وخارج مجلس الأمن لها علاقات قوية مع الصين ولا تريد أن تقطع علاقاتها مع الصين، حتى لو كانت قضية الإيغور أو قضية كورونا أو قضية هونغ كونغ أو غيرها من القضايا. أنا التقيت مع مجموعات من الإيغور من توجهات مختلفة، وقلت لهم أن هذا من المناسب جدا أن يستغل الموقف الأمريكي وأن يتم التحرك إيغوري للمجموعات الإيغورية الموجودة في العالم التي لها أماكن في دول كثيرة من العالم، لابد يكون في تحرك سياسي، تحرك إعلامي قوي. ولكن شخصيا وبعد دراسة مواقف دول كثيرة جدا عربية إسلامية أوروبية، لا أتوقع أن يكون في تأثير قوي لصالح قضية الإيغور بسبب الضغط الأمريكي القائم حاليا. نعم، الضغط الأمريكي كان أيضا على موضوع هونغ كونغ في مجلس الأمن الدولي، إلى أي مدى يعتبر هذا التدخل الأمريكي تدخل لحماية الأقليات وباسم حقوق الإنسان، أم أنه مجرد خلاف سياسي يستغل في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ بالضبط كما تفضلت، هو يعتبر خلاف سياسي، خلاف اقتصادي أمريكي صيني، تحاول أمريكا أن تصعد هذا الاختلاف الذي بينها وبين الصين في قضية الإيغور وفي قضية هونغ كونغ الآن،
لكن الصين تقول إن بينها وبين بريطانيا اتفاق موقع عليه، ويوجد برلمان في الصين، هذا البرلمان اتخذ قرار وقراره يمضي، مما لا شك إن أمريكا تدعم مجموعات قوية داخل هونغ كونغ، وهذه المجموعات تحاول أن تقوم بأعمال لمطالبة بحقوق أكثر وبحريات أكثر، لكن لا أتوقع أن الأمر سيتعدى هذه الضغوط، ولن تستطيع أمريكا أن تصل إلى ما تريد أن تصل إليه. يمكن القضية الأبرز التي وجدت أمريكا من يقف معها شيئا ما الآن عالميا هي قضية كورونا. فإذا لما ننظر للقضايا، قضية الإيغور ولم يقف مع أمريكا أحد، حتى الدول الإسلامية للأسف الشديد برغم زيارات لوفود إيغورية كثيرة ومحاولات الضغط ومحاولات استغلال هذا الأمر، قضية الإيغور لم تجد أمريكا من يقف معها، قضية هونغ كونغ لم تجد أمريكا من يقف معها بقوة. لعل قضية كورونا هي القضية الوحيدة اللي من الممكن أن تجد أمريكا من يقف معها ضد الصين في هذه المرحلة، ولكن تبقى كما تفضلتي، كل هذه الأشياء هي محاولات ضغوط أمريكية، لكن هل ستنجح في تحقيق أي شيء ضد الصين؟ هذا الصين تتقدم وبقوة جدا على المستوى الاقتصادي العالمي، ولا تستطيع أن توقفها دولة. شكرا جزيلا لكم مستشار العلاقات الدولية دكتور أحمد عامر، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.